أنا مع العلماء الكبار. لا، ليس كبار العلماء كبار العلماء في السعودية فقط، ولكن العلماء الكبار قد يكونون كبارا في السن مثلا. يجب أن تكون دقيقا في ألفاظك. أن تكون على رأس هيئة الأوقاف ليس أمرا سهلا، إنه يشبه الرقص على رؤوس الأفاعي. عليك دائما أن تعرف أين تضع قدميك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الرحمن الجن وهذه حلقة جديدة من الغربال. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم جميعا. نعم جميعا، حتى أنتم يا من تتحفزون لكيل السباب والشتائم في التعليقات بغض النظر عن المحتوى. فالحجج والعقل والمنطق أشياء تافهة كما تعلمون، لا ينبغي أن نبني عليها آراءنا وتوجهاتنا. هناك قاعدة ذهبية تقول: الذين معنا دائما مصيبون، ومن هم ضدنا عملاء وأوغاد يدعمون الماسونية والإخوان ويشجعون مانشستر يونايتد. رئاسة هيئة الأوقاف عمل مضن جدا، عليك أن تخوض حربا على عدة جبهات. أن تجرد المساجد من كل المقرئين والحفاظ والخطباء الذين لا ينتمون لفرقتك الناجية، ثم بعد هذا تحاول البحث في هذه الفرقة عن من يجيد الخطابة والأحكام وإدارة المساجد والهيئات. إنها مهمة شديدة الصعوبة، يجب علينا أن نعذرهم في هذه الأخطاء والسقطات. عندما تدير مؤسسة كبيرة يجب أن تركز نقطة قوتك على القادة وأصحاب المناصب المهمة، وهذا ما فعلته الفرقة الناجية، فقد انتدبت أكثرها فصاحة وبلاغة وحكمة وأدبا، وأعلمها بالإدارة وأقدرها على الخروج بملفات نظيفة أمام ديوان المحاسبة لتضعه على رأس هيئة الأوقاف. لا تكلمني عن الأخطاء، من أين سأتي لك بأفضل من هؤلاء ما دمت حصرت اختياراتي في الفرقة الناجية؟ من أين جايب لك؟ كل واحد بيجيب يقول لي جيب لي جيب لي، هذه إشكالية طبعا، شو جيب لك يعني؟ إنها خيارات صعبة، غربة حقيقية كما قال أسد السنة وناصر الملة. أشد الغربة، ما هؤلاء الأغراب؟ عندما تضطر لأن تضع من أفنى عمره في دراسة دبلوم الخدمة الاجتماعية عضوا في اللجنة العليا للإفتاء، لا تحدثني بعدها عن عجائب الفتوى ولا تسألني عن المؤهلات، فهؤلاء هم زبدة الجماعة ورؤساؤها. غير أننا لا ننكر فائدة مكث 10 سنوات في محاولة الحصول على دبلوم الخدمة الاجتماعية في المسار الوظيفي للإفتاء، فهذا سيعطيك خبرة تراكمية في التعامل مع الفشل، وسيمنحك طبقة غليظة من صفاقة الوجه. يمكنك من خلالها كتابة هذه المعلومة في سيرتك الذاتية ومؤهلاتك التي سمحت لك بتصدر الإفتاء، حتى تكتب بعدها أنك درست 10 سنوات على مشايخ وعلماء لم يمكثوا في هذه الحياة الدنيا بعد تخرجك من دبلوم الخدمة الاجتماعية إلا عاما أو عامين. وفي موضوع آخر غير ذي صلة، نعلم جميعا أن مهمة اختيار ألوان ومقاسات الملابس، الزبون والفرملة والبدعية تحتاج لرئيس هيئة يتمتع بقدرات بصرية هائلة. يجب أن يكون نظره في العينين 10/6 على أقل تقدير، وإلا فما فائدة كونك تمتلك عينين إذا لم تستطع استغلالهما في اختيار الملابس ومحاولة الالتفاف على قوانين ولوائح الدولة بما لا يسمح لديوان المحاسبة بمحاسبتك. فممارسة الفتوى التي يحتمها عليك وجودك في هيئة الأوقاف لا تحتاج منك لبصر ولا بصيرة، فقط مجرد دبلوم خدمة اجتماعية ودورة في الإملاء وتزكية ممهورة بتوقيع إمام الجرح والتعديل. لا أظن دورة الإملاء شرطا مهما. الأدب الجم والأخلاق العالية والاحترام أمور لا تدخل في مؤهلات ومعايير هيئة الأوقاف، فما دخل الإمام أو الخطيب أو الواعظ في هذه التفاصيل، فضلا أن نشترطها على رئيس الهيئة؟ أرجوكم لا تعقدوا الأمور واتركوا عنكم الفتنة ومحاولة ضرب مؤسسات الدولة ببعضها. المهم لدينا هيئة أوقاف. شيء آخر، لا يشترط أحدكم ولاء مؤسسات الدولة للدولة، ففي عصر العولمة والاتصالات أصبح العالم قرية واحدة. قائد عام ولاؤه لمصر، رئيس هيئة أوقاف ولاؤه للسعودية. لا أدري لماذا تقحمون الولاء لليبيا في الأمر، ثم كيف يتجرأ حكماء وعيان طرابلس على ترشيح إمام وخطيب من عندهم لإمامة المصلين في ميدان الشهداء يوم العيد؟ ألا يعلمون أن الصلاة في الساحات العامة مسؤولية هيئة الأوقاف، وتصل بهم الجرأة لأن يختاروا إماما عاديا لم يدرس في السعودية وليس لديه دبلوم خدمة اجتماعية واسمه غير مدرج في الفرقة الوحيدة التي ستنجو يوم القيامة، ويريدون بعد كل هذا من رئيس هيئة الأوقاف أن يصمت عن هذا ويراهنون على حكمته وأدبه؟ أليس هذا هو الجنون بعينه؟ سأحاول أن أترك عادة السيئة في التهكم والفتنة وأتكلم بجدية قليلا. من نكد الدنيا أن نحاول الدفاع عن مؤسسة دار الإفتاء الليبية المتخمة بالمشايخ والعلماء المتخصصين الذين تشهد لهم شهاداتهم ومؤلفاتهم وسنوات تدريسهم ودراستهم، بل ومواقفهم المستقلة إلا عن ضوابط الشرع وأحكامه،
بل حتى في الأحكام الشرعية تسير دار الإفتاء الليبية بمنهجية علمية لضبط الفتوى والمواقف الشرعية تضمن التدارس والمشاورة والاجتهاد الشرعي المنضبط. ندافع عن هؤلاء ضد من؟ ضد خريجي دبلوم الخدمة الاجتماعية ومؤهلات لا تصل أحيانا للشهادة الثانوية. أما عن المكث في السعودية واليمن والتزكيات المشروطة من إمام الجرح والتعديل فهي مؤهلات قادحة أكثر منها مادحة. فتخيل أن تربط المرجعية الدينية عندك في ليبيا بتوقيع قادم من السعودية بغض النظر عن صاحب التوقيع وخلفيته، ولكنها الغربة كما تعلمون. ما أشد الغربة، اللهم أحسن الختام. إلى اللقاء.